الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الأكرم ورسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن سيدي صاحب هذا المقام وعن آل بيت رسول الله أجمعين وعن الصحابة والتابعين وعن أولياء الله الصالحين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وبعد، فمع الفصل الخامس من كتاب خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين الطبري، وهذا الفصل يدور حول حجه صلى الله عليه وسلم وعمره. سؤال: هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حجة؟ يقال حجة ويقال حجة، يعني بفتح الحاء وبكسر الحاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج بفتح الحاء، وقال ولله على الناس حج. فإذا قلنا حج فصحيح، وإذا قلنا حج فصحيح. إذا قلنا حجة النبي صحيح، إذا قلنا حجة النبي صحيح. النبي حج قبل الهجرة وحج بعد الهجرة، فمع سيدنا محب الدين الطبري وهو يحدثنا عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غير حجة واحدة ودع فيها الناس، وقال كما جاء في الحديث: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذا سميت بحجة الوداع، لكنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة. الحج بيكون فين؟ في مكة عند الكعبة، والعمرة كذلك في مكة عند الكعبة. سيدنا النبي كان عايش فين قبل ما يروح المدينة؟ كان عايش في مكة. فغير مستساغ ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تكون قدامه الكعبة وما يقديش مناسك الحج. عشان كده قالوا النبي حج قبل الهجرة. طب ازاي؟ هو الحج كان لسه فرض؟ ده كلام جميل. نقوم نقول: فرض الله الحج على كل الأنبياء، فآدم عليه السلام حج، ونوح عليه السلام حج، وإبراهيم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، كل حج البيت، لكن على فترات متباعدة، لأن قصة البيت وتاريخ البيت الحرام ده قصة كبيرة. لكن كل حج البيت يعني قصد البيت وأدى مناسك الحج. هي مناسك الحج كانت في الإسلام زي قبل الإسلام، ولا قبل الإسلام كانت زي الإسلام؟ لا، أكيد مختلفة. لكن المهم إن كان في ناس بتروح تحج، وهنقول كانوا بيحجوا إزاي. الأنبياء حجهم نعم بما يليق ببيت الله الحرام وبجلال الله عز وجل، وذكرنا أن الملائكة قالت لسيدنا آدم: يا آدم حج هذا البيت، فإنا قد حججناه قبلك بألفي عام. كأن في حج للملائكة كمان عند البيت الحرام. نعم، الأنبياء الملائكة بتحج،
البيت الحرام؟ نعم. الأنبياء حجوا بيت الله الحرام؟ نعم. الصالحون المسلمون؟ لكن الأعجب أن المشركين كانوا يحجون البيت. معقول المشركين كمان كانوا بيحجوا البيت؟ أنقول نعم، لأنهم كانوا يعبدون الله، لكن الإشكالية أنهم كانوا بيشركوا بالله، فعارفين أن الله هو الخالق الرازق جل جلاله، وأن هذا البيت بيته، وأن هذا البلد بلده، وأن هذا الحرم حرمه. لكن كان الحج بتاعهم زي العقيدة بتاعتهم، فيه انحراف، كانوا يحجون بالبيت عرايا والعياذ بالله. واحد يقول طب ودي يليق منهم؟ اقول لك ايه رايك ان هم كانوا بيقولوا الكلام ده، بيعملوا الكلام ده تعظيما لجلال الله. ازاي؟ كانوا يتجردون من اثيابهم او اثوابهم، كانوا يتجردون منها حينما يقدمون على البيت الحرام ويقولون لا نعبد الله ولا نحج بيت الله في أثواب عصيناه فيها. يعني ايه؟ هنروح لربنا زي ما خلقنا. لكن ده مبرر؟ لا، بل على حد قول القائل عذر أقبح من ذنب. لما نعوز نحج البيت نشوف ايه اللي يليق بجلال الله، نشوف سيدنا النبي حج ازاي ونحج. المهم ان الحج ليس في الاسلام فحسب، وانما كان قبل الاسلام. الحج كان لكل النبيين، الحج كان حتى لملائكة الله عز وجل، بالإضافة إلى أن البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة بس في السماء السابعة، حتى قال العلماء لو سقط خيط من البيت المعمور لوقع على بيت الله الحرام، على الكعبة المشرفة. عايز أقول لك يعني زي ما الكعبة في وسط الأرض فالبيت المعمور في وسط السماء بس في أعلى سماء في السماء السابعة. ولما أسري برسول الله وعرج به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وجد سيدنا إبراهيم متكئا على البيت المعمور، يعني مسندا ظهره للبيت المعمور، ثم وصف البيت المعمور فقال يحجه الملائكة أو تحجه الملائكة في كل يوم، يحجه 70,000 ملك كل يوم. فلك أن تتخيل يبقى عدد ملائكة الله قد إيه، إذا كان كل يوم بس بيخش البيت المعمور من الملائكة كام؟ 70,000. امال يبقى عد بقى الأيام ومن إمتى والحد إمتى. سبحان الملك. تفضل معنا الدكتور. كانت فريضة الحج في السنة السادسة من الهجرة، لكن مكة لم تفتح إلا في السنة الثامنة. طب إزاي الحج فرض ومكة لسه كده؟ هذا لزيادة تشويق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة وإلى الكعبة المشرفة، وزيادة في حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة. ولذا في العام ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شرع أن يحج،
بس بصورة مبسطة، اللي هي العمرة. شرع في عمرة لكن منع، فكان صلح الحديبية في هذا العام، وبعد سنتين فتحت مكة. لكن في السنة السادسة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استخلف على بعثة الحج صحابي من أجل أصحاب رسول الله اسمه سيدنا عتاب ابن أسيد، كان كما يقال رئيس البعثة الرسمية لأداء فريضة الحج أو أداء هذه الشعيرة. السنة التاسعة سيدنا النبي استخلف سيدنا أبو بكر برضو يكون على رأس الحجيج، إلا أن سيدنا النبي بعث سيدنا أبو بكر وبعث ورا منه سيدنا علي. ليه بعث سيدنا علي؟ عشان يبلغ حاجة معينة. ولما سئل لما يا رسول الله، يعني ما كان أبو بكر يبلغ، فأجاب صلى الله عليه وسلم بحديث قال فيه لا يبلغ عني إلا واحد من أهل بيتي، فكان سيدنا علي. بيبلغ إيه؟ بيبلغ الحجيج اللي بيحجوا البيت ثلاث حاجات. أول حاجة، ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك. أهو المشركون كانوا بيحجوا. ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا بيحجوا إيه؟ عراية، فممكن المسلمين يقلدوهم. فلا، اللي هيحج يبقى مسلم، مشرك لا. اللي عايز يحج يتأدب، يروح لابس ملابس الإحرام، ما يحجش عريان. ثالث حاجة وهي الأهم بقى، قال لهم إن سيدنا النبي هيحج السنة الجاية. الناس زريت إن سيدنا النبي هيحج السنة الجاية، تبقى السنة الجاية. فامتلأت المدينة عن بكرة أبيها طمعا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا بعد أن ترجل، يعني سرح الشعر بتاعه والدهن، حط الدهن، تطيب وبات بذي الحليفة، وقال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة. كلمة أتاني آت قد يفسر على أن سيدنا النبي أوحي إليه سيدنا جبريل، أو بإلهام من ربه تبارك وتعالى. لو احنا خدناها على الآتي ده حاجة مادية يبقى رسول، حاجة معنوية يبقى إلهام من الله سبحانه وتعالى. صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بات في ذي الحليفة وصلى الركعتين وقال عمرة في ايه؟ في حجة. عمرة في حجة يعني ايه؟ قالوا ده دي المنسك اللي اسمه القران، ان تقرن العمرة بالحج او الحجة بالعمرة، يعني بتدخل الاتنين في بعض وتعمل مناسك مشتركة. واحنا عندنا
ثلاث أنواع لأداء الفريضة: إفراد وقران وتمتع. الإفراد تحج بس مناسك الحج فقط، فيش عمرة قبل ولا في عمرة أثناء، أدي واحدة، أدي الإفراد. القران هتنوي العمرة والحجة مع بعض، والحاجات المشتركة زي الطواف والسعي تخليهم إيه مع بعض، والهادي تخليهم مع بعض، والحلق. يبقى بدل ما تعمل الطواف مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، أو السعي مرتين أو الحلق مرتين كده، لا تعملهم مرة واحدة، عمرة في إيه؟ في حج. النوع الثالث التمتع، بتعمل عمرة وبعدين بتتحلل تلبس الملابس العادية، وبعدين في وقت في أيام الحج بتنوي الحج. دول الثلاث أنواع. سيدنا النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ قرن، حج قارنا صلى الله عليه وسلم. قالوا لكن سيدنا النبي كان يلبي بهما تارة وبالحج تارة. يعني يقول إيه؟ لبيك اللهم بحجة وعمرة. فهم يفهموا إن دي إيه؟ إن ده قران. ومرة يقول لبيك اللهم بحجة فيفهموا إن ده إفراد. وعلى هذا اختلف العلماء، خدوا من الحتة دي، هو سيدنا النبي حج مفرد ولا قارن؟ فبعضهم قال مفرد زي سيدنا الشافعي، ولكن الراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال وكان تحته صلى الله عليه وسلم رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. خدوا من هذا ان حال سيدنا النبي كان حال تواضع عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ قالوا اصل اللي يبص لسيدنا النبي وهو الامام والقائد والرائد والناس على يمينه وشماله ملهاش عدد، يعني حاجة. وكون سيدنا النبي يبقى راكب الدبة بتاعته وعليها رحل رث، يعني حاجة متواضعة جدا، اللي احنا بنسميها البردعة أو الثمر اللي بيبقى راكب عليه، حاجة متواضعة قوي. قالوا أيوه، عشان يبقى صلى الله عليه وسلم معلما للناس بالحال قبل القول وبالفعل قبل القول أنه متواضع صلى الله عليه وسلم. قال جابر ونظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وممن خلفه مثل ذلك. يعني عايز اقول لك النبي كان صلى الله عليه وسلم قدامه زي وراه زي يمينه زي شماله، مد البصر من البشر. لك ان تتخيل ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع الغفير كان ايه؟ كان اعز من ملك متوج، لكن صح النبوة اعلى واسمى واشرف له صلى الله عليه وسلم. بيوصف سيدنا جابر فبيقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو صلى الله عليه وسلم
يعرف تأويله، يعني عارف المعاني. وكان مما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما عمل من شيء عملناه به، يعني كانت عينينا عليه، ما عملش حاجة إلا ما عملنا زيها. كمال التأسي والاقتداء والاهتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحج بقى بالضبط، قال شوف دخل صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة يوم الاثنين من كدى من الثنية العليا التي بالبطحاء، وطاف للقدوم، طواف القدوم، مطبعا يعني كتفه اليمين خالي من ملابس الإحرام، اسمه الاطباع، يعني لابس الإحرام بس ساتر كتفه الأيسر، لكن كتفه الأيمن عار إظهارا لقوة المسلمين، لأن من السنة للطباع والرمل في الثلاثة أشواط الأولى للطواف من السنة، لكن هذه السنة خاصة بالرجال فقط لأن النساء لا يطبعون بالفعل بالطبع، ثم ليس لهم هذا الرمل اللي هو الإسراع، وإنما النساء يمشين. ثم خرج إلى الصفا، يبقى طاف وبعدين طلع على إيه؟ يسعى بين الإيه؟ سعى بعض سعيه ماشيا، فلما كثر عليه ركب في باقيه. قالوا طيب ليه سيدنا النبي يعني عليه الصلاة والسلام يركب؟ هو كان محتاج يعني الركوب؟ أكيد ما كانش محتاج، لكن ليكون معلما لنا ورحمة بنا صلى الله عليه وسلم، حتى لو اضطر إنسان مهما كان سنه، حتى لو كان صغير السن بس ضعيف أو مريض، يبقى له في سيدنا النبي الاقتداء والاهتداء، الأسوة والقدوة الحسنة. أهو ثم نزل بأعلى الحجون، ده مكان، فلما كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة توجه إلى منى. يا ترى الكلام ده كان لسه سيدنا النبي لابس الإحرام؟ قالوا يبقى كده الدليل على القرآن أهو، لأنه لو ما كانش قارن كانوا هنا يقولوا ايه؟ تحلل ثم لبس ملابس الإحرام يوم الثامن أو يوم التروية، لكن ما قالش، هو على طول كان لسه بملابس الإحرام وده القرآن. ولما كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها حتى أصبح، فصلى الصبح وظل بها حتى طلعت الشمس. طيب يبقى من السنة، من السنة انك تروح على منى يوم 8 ذي الحجة، وهتصلي هناك من اول ايه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتبات بمنى وتصلي بها الفجر، وما تطلعش عرفة الا بعد طلوع الشمس. طيب امال اللي بيحصل النهارده ايه؟ اللي بيحصل النهارده ان الاعداد زادت. انت متخيل الاعداد اللي بقول لك سيدنا النبي قدامه زي وراه زي يمين وشماله، دول كلهم كانوا كام؟ 100,000 كلهم، اللي سيدنا جابر قال عليهم كده: رأيت مد بصري
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كل دولة 100,000. العدد النهاردة كام؟ ملايين. الملايين دي عايزة ايه؟ عايزة مساحات شاسعة. طب هنجيبها منين؟ عشان كده كل عصر وله ظروفه. الوقت في قطار لرمي الجمار عشان يخفف على الناس منى، ليروح منى. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس اللي عايزة تعقد في الأمور وتقول لك أنا هعمل زي سيدنا النبي ما عمل صلى الله عليه وسلم، نقول لهم سيدنا النبي على عيننا ورأسنا، هو الإمام والقدوة، لكن هو كمان صلى الله عليه وسلم ما يرضاش إن إحنا نتأذي. ده من صفاته عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم. من صفاته عليه الصلاة والسلام لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو هيطوعكم هتتعبوا. يعني ايه؟ يعني رحمة بنا. عايزين نكون رفقاء بأنفسنا، نفهم سيدنا النبي صح عشان ايه؟ عشان نبقى رحمة. لأن لك أن تتخيل لو إن 3 مليون دولت حبهم ها يصلوا في مسجد الخيف في منى مثلا زي ما سيدنا النبي عمل، طب المسجد مش هيسع 3 مليون، نعمل ايه بقى؟ انت قلت المسجد، احنا قلنا، مش انت قلت سيدنا النبي صلى في المسجد، مسجد الخيف؟ طب 3 مليون هيخشوا ازاي المسجد؟ المسجد يتسع لكام؟ ها؟ لا مليون ايه؟ ولا حتى 100,000. ده كم الف بس؟ 10,000، 20,000 بالكتير قوي. طب وبقية المسلمين اللي عايزين يقولوا نعمل زي سيدنا النبي، وهناك في عرفة عايزين يصلوا في مسجد نمرة، لان سيدنا النبي خطب في مسجد نمرة. 3 مليون هيخشوا مسجد نمرة؟ طب سيدنا النبي وقف عند جبل الرحمة، 3 مليون هروح يقفوا عند جبل الرحمة؟ وهكذا. يبقى عايزين عقل شوية، عايزين فكر شوية، عايزين فهم شوية عشان ما نتعبش نفسنا. تاني، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلازم نفهم سيدنا النبي صح.